وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكدت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية بوزارة الصحة أكدت على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان المبارك لمواجهة فيروس كورونا. الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان المبارك احنا نركز على ثلاث نقاط أساسية في خصوصا في هذه الفترة والوقت الحرج اللي نلاحظ فيه زيادة في عدد الحالات، وجود الفيروس المتحور سريع الانتقال، واللي هو تزامنا يكون مع شهر رمضان اللي هو موضوع الاختلاط والتجمعات. فأهم نقطة ممكن احنا نركز عليها في هذا الشهر الكريم ان اختصار تجمعات الافطار تكون على نطاق الاسرة الواحدة او نطاق المعتاد، عدم إقامة الغبقات الرمضانية، المجالس الرمضانية، تجنب الزيارات المتبادلة بين العوائل، عدم إقامة تجمعات القرقاعون، عدم إقامة الوداع، فأي شيء في تجمع يمكن أن يسبب في الاختلاط وزيادة الحالات. مع هذا يكون التزام بجميع الإجراءات الاحترازية اللي احنا مع بداية الجائحة تعودنا عليها، واللي هي التزام بنظافة وتعقيم الأيدي، لبس الكمام بالطريقة الصحيحة، والتباعد الاجتماعي. وممكن تكون في هذه الفترة بالعكس تشديد الالتزام حتى نمنع من الانتقال وزيادة هذه الحالات. نعم. والنقطة الثالثة المهمة الالتزام والإقبال على التطعيم، لأنه بيكون هو الحل الأمثل مع هذه الإجراءات الاحترازية في تقليل الحالات إن شاء الله.